السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي. زي ما وعدتكم وقلنا إن احنا هنراجع مع بعض الامتحان التجريبي الاكسبيرمنتال اكزام اللي انتوا إن شاء الله تكونوا جبتوا فيه درجة كويسة مع إن درجاته مش محسوبة، وإن شاء الله الدرجات المحسوبة هي امتحان شهر 5. بس عشان نعرف الأفكار ونعرف الإجابات اللي اخترنا كده، ولسه كان عندها أسئلة بتدور حوالين الاختيارات اللي كانت موجودة، نفهم مع بعض ليه الأسئلة كانت اختياراتها بالشكل اللي احنا شايفينه. يلا بينا. أول سؤال بنتكلم عن which cell، أي خلية أو the following doesn't contain two identical set of chromosomes، أي خلية من الآتي لا تحتوي على مجموعة كاملة من الكروموسومات. تمام، احنا عرفنا ودرسنا في شابتر 1 يونت 3 ان احنا عندنا two types of cells، السوماتيك سيل والسكس سيل، الخليه الجسديه والخليه الجنسيه. الخليه الجسديه اللي هي السوماتيك سيل بتحتوي او كونتين ال two pairs of chromosome، اما يعني مجموعه كامله او identical sets of chromosome، two identical sets of chromosome، ده بالنسبه لمين؟ للسوماتيك. اما السكس سيل بتحتوي على نصف عدد الكروموسومات او half number of chromosome، طبعا نتيجه انها ناتجه او is produced from meiosis division، انقسام ميوز. يبقى انا اخد من الموضوع ده ايه؟ ان كلمه egg دي معناها ovum، egg معناها ovum. طب انا عرفتها منين؟ احنا اخدناها في الترم الاول لما جينا اتكلمنا على شابتر 2 في يونت 2، تكلمنا عن الخلايا وكنا داخلين نعرف في الستراكشر اوف ذا سيل والالترا ستراكشر اوف ذا سيل، تركيب الخليه، تكلمنا مين هي اكبر خليه مين هي اصغر خليه. فكانت كلمه egg من المصطلحات اللي اخذناها اللي بنعبر بيها عن معناها كلمه ovum. فهنا بيقول لي بارينكايما سيل، احنا خدنا كلمه بارينكايما برده الترم الاول، ودي سوماتيك سيل، خليه في النبات. كومبانيون سيل، الخليه الكومبانيون سيل برده خدناها الترم الاول، ودي خليه جسديه موجوده في البلانت في نوع من انواع الانسجه كان اسمه فلوم. تمام، اوستريش ايج سيل يعني البويضه بتاعه النعامه، بويضه النعامه يعني اوفم، يعني جايه من از برودوسد فروم ميوزس ديفيجن، هو ده الاختيار الصح. نمبر دي سيل اندروسوفلا اوفري وول، جدار المبيض يعتبر خليه جسديه، لكن الايج اوستريش ايج سيل ايكوال لكلمه اوفم وهي هتبقى ان. وده كان السؤال الاول. نشوف السؤال اللي بعديه. Which of the following statement، اي من الجمل الاتيه is correct for the karyotype، بالنسبه لمعنى كلمه karyotype. كلمه karyotype يعني التركيب الكروموسومي. طب حد نراجع مع بعض يعني ايه karyotype. الكريوتايب هو عباره عن ايه؟ arrangement of chromosomes، ترتيب الكروموسومات طبعا in descending order، بشكل تنازلي according their size، حسب الحجم بتاعها، وبعد كده and enumerating them. تمام كده، زي ما انتوا قلتوا عندي اربع اختيارات. بيقول معناها ان all cells of living organisms have the same number of chromosomes، كل خلايا الكائنات الحيه عندها نفس العدد الكروموسومي؟ طبعا لا، بدليل ان انا عندي في الكتاب جدول في الكائنات مختلفه ولكل كائن عدد مختلف من الكروموسومات. يبقى نمبر ايه تعتبر ليست جمله صحيحه تتماشى مع كلمه كاريوتايب. لاحظوا انا بدور على which of the following statement is correct. تمام، number of chromosomes in male differs from that of the female in human cell، عدد الكروموسومات في الذكر يختلف عن الانثى؟ طبعا لا، بالنسبه للانسان لو الميل او الفيميل number of chromosome 46، المفروض النمبر اوف كروموسوم، فتعتبر عباره عن جمله صحيحه، دي جمله هنا خاطئه اللي بتقول لي تختلف. The number of chromosome in cells of the same species is constant، عدد الكروموسومات في خلايا نفس النوع ثابته، اكيد كل البني ادمين عدد الخلايا بتاعتهم او عدد الكروموسومات في الخلايا بتاعتهم 46. تمام، الكروموسومات في جميع خلايا مثلا القطط او تعتبر مثلا نفس الرقم، في الكلاب نفس الرقم، يبقى النوع الواحد ذا سيم سبيشيز بيتميز بان عدد الكروموسومات فيه كونستنت ثابت، وبالتالي انا دي جمله صحيحه تتماشى مع كلمه كاريوتايب. نكمل نشوف دي.
number of chromosomes in hepatic. Hepatic يعني جام كبدي خلايا كبدية. Differ from pancreatic cells in human. طبعا لا. لان خلايا الكبد او خلايا البنكرياس في الانسان هي خلايا جسديه وهتلاقي فيها العدد بتاع الكروموسومات ثابت، يعني هنا 46 وهنا 46، لكن هنا بيقول لي ديفر تختلف. وبالتالي الجمله الصحيحه المتمشيه مع كلمه كاريوتايب هي نمبر سي. السؤال اللي وراه بيقول which of the following represented the blood groups of the parent that gave birth to a child with a blood group that has no antigen on the red blood cells. بيقول ايه؟ بيقول ان اي من الاتي يمثل blood groups بتاعة الاباء اللي قدرت انها تجيب طفل او ممكن انها تنجب طفل with a blood group عنده فصيلة دم that has no antigen. طب تعالوا نشوف مين الفصيله اللي ما عندهاش انتيجين. برافو عليكم. هنا احنا نقصد الفصيله بلاد جروب او، هي دي الفصيله اللي ما عندهاش او بنقول انها hasn't انتيجين، او زي ما هو بيقول في السؤال نو انتيجين، دي معناها نو انتيجين، يعني لا في انتيجين A ولا في انتيجين B. طيب تعالوا نشوف اول حاجه بيقول ايه. هيتيروزايجوس A، يعني ايه هيتيروزايجوس A؟ يعني A O مع يونيفرسال دونر. يونيفرسال دونر يعني ايه؟ المعطي العام هو O O. يبقى انا فهمت ان الطفل اللي بيتكلم عنه اللي هو هيبقى فصيله دمه ما عندهاش انتيجينات هتبقى فصيله دم O. انا عايزه اشوف الاختيار اللي هيجيب لي فرد فصيله دمه او بلاد جروب O. طيب هيتيروزايجوس او يعني ايه او؟ مفيش احتمال تاني، لانه يا اما هيتيروزايجوس اي او يا اما هوموزايجوس، وده هيبقى اي اي. تمام، ده يقدر يجيب فصيله دمه اكيد او، لان هنا ادي اي ودي او وهنا